يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تلاوة القرآن فيها فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فهذا فضل عظيم، تلاوة القرآن في كل وقت، وتلاوة القرآن في رمضان أفضل لشرف الزمان وشهر رمضان شهر تلاوة القرآن، يتلى فيه القرآن أكثر من غيره. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزال القرآن في رمضان، ثم تتابع إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. وتلاوة القرآن في رمضان فيها فضل زائد عن تلاوته في غير رمضان. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وشهر رمضان تشرع فيه أيضا صلاة التراويح في المساجد جماعة، هذا من خواص رمضان، تعمر فيه المساجد بصلاة التراويح بعد صلوات الفرائض. وينبغي للمسلم أن يكثر من جلوسه في المسجد في شهر رمضان، فيقرأ ما تيسر معه من القرآن ويردده، ويشتغل في ذكر الله والتسبيح والتهليل. فبقاؤه في المسجد أفضل له. ولا ينبغي للمسلم أن يضيع شهر رمضان بالسهر في الليل على أمور الدنيا أو على أمور ليس فيها فائدة، لا في الدين ولا في الدنيا، كالسهر على القنوات وعلى الشاشات وعلى، فهذه مضيعة وخسارة في حياة المسلم، وتفريط في هذا الشهر المبارك. ولا شك أن شياطين الإنس والجن ينشطون في هذا الشهر في حلقاتهم وبرامجهم ليضيعوا على المسلمين فضل هذا الشهر. ينبغي الحذر منهم وعدم الالتفات إلى ما يعملونه. ينصرف المسلم في هذا الشهر وفي غيره، لكن في هذا الشهر ينصرف المسلم لطاعة الله وعبادة الله، استغلال هذا الشهر المبارك في طاعة الله وذكره. بعض الناس لا يعرف رمضان إلا أنه نوم في النهار وسهر بالليل على القيل والقال، ومتابعة في عصرنا هذا متابعة الشاشات وما يعرض فيها، هذه خسارة عظيمة.
يخسر المسلم دينه ويخسر الفضائل ويخسر الخير الكثير وهو في غفلة وفي لهو ولعب، ثم يأتيه الموت وهو على هذه الحالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي للمسلم أن يحفظ حياته في طاعة الله وفي مرضاة الله، وحافظ على فرائض الله، الإكثار من النوافل، الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير. هكذا ينبغي للمسلم في هذا الشهر خاصة وفي غيره من أوقات هذه الحياة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.